أننا تعرضنا لرسالة ملكية. نحن تعرضنا فعلا إلى جانب أطراف أخرى وأشخاص آخرين. من بعد الحسيمة، والحسيمة مزيان نذكروا المغاربة شكون اللي موجود في الأصل ديالها وديال مشاكلها وديال كل ما جرى من بعد. مزيان نذكروا بأنه الأصل يعود إلى ما حدث في الصيد البحري والوفاة اللي وقع عنداك، وشكون اللي موجود تحديدا كوزير ديال الفلاحة وديال الصيد البحري في هذه القصة. مزيان نذكروا به وكل ما أتى من بعد من تطورات سلبية. تماما مزيان تماما، هادو كيأكدوا مزيان. إذن مزيان ذكروا بذلك، توصلنا فعلا بهذه الرسالة وفهمناها وفهمنا المغزى ديالها وفهمنا خاصة بالنسبة لنا أنها مرتبطة أساسا بالمواقف التي كانت لنا وبصمودنا ووفائنا لتحالف حكومي، لأننا عندما نقوم باختيارات نذهب بهذه الاختيارات إلى نهايتها كحزب مستقل. إذن أدينا الثمن ديال مواقفنا والجميع يعلم ذلك. أدينا الثمن على مدى، أدينا الثمن على صمودنا أمام ما كان يحاك من مؤامرات إزاء الفراغ السياسي، وكان من ضمن المنفذين الأساسيين، المنفذين ماشي الذي كان يقود هذه العملية، وتحديدا تكون أمور واضحة. من غادر اليوم الساحة السياسية والحمد لله، والذي كان يأمر عدد من الفاعلين السياسيين المختلفين في أحزاب مختلفة ومنهم السيد الرئيس، ماشي انت رئيس المجلس، باش ينفذوا بشكل طيع وبخنوع مجموعة من التعليمات التي أفسدت الفضاء السياسي وتدخلت في شؤون الأحزاب المختلفة وأدت إلى ما نحن عليه اليوم في هذا الفضاء السياسي، من هو بين الأحزاب والمؤسسات والبرلمان والحكومة والرأي العام الوطني وخاصة الفئة الشابة منه. ففي الوقت اللي احنا كنا كنصمدوا أمام ذلك، البعض الآخر كان مساهم بشكل مباشر في هذه الأعمال السلبية على مستويات مختلفة حتى داخل الحزب الذي ينتمي إليه، حتى داخل الحزب الذي ينتمي والذي عرف ما عرفه من انقلابات داخلية وتطورات داخلية لا أريد الدخول فيها، هذا أمر داخلي لهذا الحزب يدبر راسه بها. لكن الفاعل الأساسي في ذلك نعلم من هو وماذا كان ينفذ من تعليمات على هذا المستوى. فمن الأحسن أنه يعطينا اتساع، لأنه إلى قرر أن يستمر خاصة في توجيه
بعد الاتهامات والكلام الساقط إزاء حزب التقدم والاشتراكية، عندما يريد أي شخص أن يستعمل هذا الأسلوب في العمل السياسي، أي الهجوم الشخصي والهجوم على الأشخاص، ما فيها بس ينقي باب داره، وما فيها بس تسمو ومسؤولين في وزارات وفي غيرها اللي تسمو بالاستقامة وبالنزاهة وبالحرص على خدمة الصالح العام، من الأحسن أن الإنسان لما يتوجه لهم يتوجه لهم حول رصيدهم، ولكن يعطيهم ابتقار على المستوى الشخصي.